ارتأت الجمعية ديالنا ومجموعة ديال الأطباء ومهني الصحة باش نديروا تكريم لواحد المناضل كبير معروف على الصعيد الوطني والدولي، المناضل عمر جبيها اللي الجميع كيعرفوا لأنه اشتغل في وكان من المؤسسين ديال حركة إعادة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في المغرب، وكان من الأوائل اللي اشتغلوا أثناء سنوات الرصاص اللي ضحوا بالغالي والنفيس للتكفل ولمساعدة العائلات والضحايا بالطبع. وهذا المناضل اللي هذا المناضل جبيع عمر اللي الآن التحق بالتقاعد وكنتمنى أن التقاعد ديالو تكون فيه استمرارية كذلك، وتكون التجربة ديالو بأنه تكون تستمر على حسب التجربة اللي مهمة وماشي سهلة. احنا بالنسبة لنا في الجمعية كنستمروا كما قلت باش نعملوا من أجل التكفل، وهذه رسالة موجهة بالطبع لمهني الصحة كلهم بالطبع الأطباء الممرضين المساعدين الأطباء النفسيين باش يلتحموا حول هذا الملف ديال إعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة اللي الخدمة فيه كثيرة. الجمعية ديالنا كما كنعرفوا توسعت في المجال ديال الشغال ديالها اللي باش يشمل ضحايا العنف عموما بما فيها المرأة ضحية عنف، بما فيها سميتو الأفارقة جنوب الصحراء، وكذلك اللاجئين، وكنهتموا كذلك بالظروف وسوء المعاملة اللي كتكون في السجون. دونك هذا ملف مهم مشائك، كنتمنى كما قلت ان هذا الملف هذا بأن الدولة كذلك تقوم بكل واجب ديالها باش ترفع المعاناة ديال هاد الناس، وبالخصوص هاد الملف كيما قلت لك ديال سوء المعاملة اللي كنشوفوه غادي كيتزايد، وكذلك استعمال العنف زعما المتفاوت بالخصوص في عمليات الاحتجاج اللي كيمكن تكون في من منطقة أخرى. وهنا مناسبة كذلك باش نقدموا التقدير والتنويه بكل الأطباء اللي غادرونا واللي كانوا دائما في بحال هذه المناسبه كانوا في مستوى اللي يعمل من اجل زعما مساندات كل ضحايا العنف وسوء المعامله.